مرحبا بك يا كابتن ميدو في البدايه وكل مشاهديك ومتابعيك من خلال شاشه قناه النادي الاهلي. واحد من نجوم النادي الاهلي كابتن مؤمن زكريا، بقول لك الحمد لله على السلامه. كالعاده منتظرين اهدافك كابتن مؤمن. انا عارف ان الفتره اللي جايه ان شاء الله، الفتره اللي فاتت بتشتغل عليها بشكل كبير، عندك تحديات كبيره جدا بينك وبين نفسك، بتشوف الفتره اللي جايه ازاي وبتشوف النهارده الجيم الاول ازاي كابتن مؤمن؟ اولا بسم الله الرحمن الرحيم، بنرحب على الاستوديو كابتن حميد. الحمد لله يعني مكسب كويس، شهر الدوري لسه طويل، انت بتكسب المؤجلات لسه كمان عندك دور تاني، لسه مش شهر طويل الحمد لله. يعني كل ما انت بتكسب المؤجلات بتقرب لمكانك الطبيعي للهدف اللي انت عايز توصل له هو الدوري، فالحمد لله. يعني مش كلها هتبقى صعبه الفتره الجايه في ظل انت عندك ضغط المباريات، فده هتبقى صعب الامور شويه، غير ان انت كنت بتلعب كل مثلا في الاسبوع ماتشين، لا انت بتلعب ثلاثه بافريقيا. بس ان شاء الله باذن الله، يعني زي ما قلت لك البطوله هتبقى صعبه السنه دي، بس ان شاء الله نوصل لمكاننا الطبيعي ونقدر نحقق بطوله الدوري. يعني ان الفتره اللي فاتت انت ما طلعش معانا خالص وما بتعملش لقاءات، ويمكن بعيد كل البعد عن الاعلام، ودي يمكن ده شيء مطلوب بالنسبه لك يا مؤمن، لان هدفك التركيز. وانا بنتابعك في التدريبات كابتن يوسف بيحاول ان هو ياهلك بشكل كبير، انت كمان بتشتغل على نفسك بشكل كبير. الاول الفتره دي بتمثل لك ايه؟ لان اللي جاي احسن ان شاء الله يا مؤمن. لا اكيد انا عامه ما بحبش الزور خالص، حتى ما بطلعش، حتى انا بقالي اربع شهور من ساعه موضوع التجديد حتى ما بتكلمش ولا اي حاجه، ما بركزش في الحاجات دي. يعني اتمرن واجتهد، وزي ما بقول لك هي هتجي لك لوحدك بالتوفيق ربنا. يعني الحمد لله الواحد نزل ثلاث دقايق الماتش اللي فات، كنت لسه وكنت بعيد عن الماتشات، والحمد لله ثلاث دقايق الماتشات، فان شاء الله تبقى خطوه كويسه ان الواحد يرجع للمستوى ويلعب ثاني بصفه اساسيه، ويقدر في الاول وفي الاخر ان هو يخدم النادي الاهلي ويساعد زمايله حقق بطوله الدوري ان شاء الله. اكيد في احاديث مع الكابتن يوسف والكابتن سيد بيتكلموا معاك بشكل كبير جدا، الاحاديث عن ايه او التركيز معاك عن ايه يا كابتن؟ لا يعني كابتن سعيد اول ما جه، وبصراحه هو كابتن يوسف مسك مدير فني، كان هم بيكلموني انا كابتن يوسف عاملين لي برنامج، انا كنت بعيد الفتره اللي فاتت ما بشاركش خالص، حتى ما كنت في اوقات خلاص مش عايز اتكلم. لا 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 بيبقى في كل واحد كان عايش ضغوط الفتره اللي فاتت صعبه. لا الواحد كان عايش في ضغوط صعبه، كلام اقاويل كتيره. طب الكلام اللي كان بيتقال فين الحقيقه فين؟ يعني انا ساكت وما بتكلمش خالص، بس جه وقت ان انا عايز اتكلم، بس الفتره دي مش هقدر اتكلم وبتاع بظل ان احنا عندنا بطوله مهمه وماتشات مهمه، هيجي وقت مناسب واوضح الحقيقه. واكيد الحقيقه باينت ان انا يعني وقعت من ان انا كنت ماضي في حته ثانيه وعملت في حته ثانيه وخدت فلوس، الكلام ده مش صح، فده غلط. يعني لدرجه ان والدي صدق ان انا مضيت في حته، ودي انا شكيت في نفسي ان انا مضيت مثلا واحد تاني مضى ولا اي حاجه. يعني سبحان الله. يعني بص هقول لك حاجه، الفتره اللي فاتت الواحد اتعلم منها كتير، الضغوط الواحد كان عايش في ضغوط الفتره اللي فاتت، الحمد لله ده كرم من عند ربنا كويس ان الواحد رجع شويه شويه، لسه يعني ما كملش انها ب 100% اقدر العب مباراه بشكل طبيعي، واحده واحده وخطوه خطوه ان شاء الله ترجع لمكانك الطبيعي وتلعب بالصفه الاساسيه. كريم عايزين نسال مؤمن يا كريم لو سمحت. كان واضح خلال الفتره اللي فاتت. الاول كابتن ميدو عايز اسال سؤال، اتفضل يا كابتن ميدو. يعني مؤمن تمركزه في الهدف، ودي التمركز اللي بيعمله مؤمن او اللي عمله النهارده بيعمله في معظم الاهداف اللي جابها، تمركزه في الهدف، خد خطوه لورا قبل ما الثرو باص يجي له اساسا. كان مين اللي عمل الثرو باص يا بلال؟ قبل ما ناصر ماهر يعمل الكروس هو واخد تمركز وخد خطوه لورا زي ما يكون عارف ان الكوره هتجي له. هل كان متوقع ان هو يحرز هدف؟ وبعدين قول له لما قلع التيشيرت العضلات بتاعته فين؟ انا هاخد اخر سؤال، قال لك ان التيشيرت العضلات بتاعتك فين؟ لازم الضغط لسه واحده واحده لسه. يعني مثلا الماتش ده يعني يعتبر ست دقايق مثلا من شهرين، بعيد خالص. لا شهرين كتير، حتى ده في اوقات كنتش بشارك مثلا في التقسيمه، ما اعرفش دي يعني حاجات. خليني ساكت احسن، خليني ساكت ما اتكلمش. الواحد يعني الحمد لله. كابتن سيد لازم ناخد منك كلمه سريعه. كابتن سيد كلمه، لا كلمه المؤمن، كلمه المؤمن يا كابتن سيد. طبعا يمكن انا كابتن سيد كنت بسجل معاه من لحظات اشد بيك بشكل كبير جدا، قال يمكن مؤمن عنده مجهود كبير وعنده اصرار كبير ومحتاجينه الفتره اللي جايه، ويمكن اشاده كبيره من كابتن سيد، وانا عارف ان كابتن سيد بيمثل لك حاجات كتيره جدا يا كابتن مؤمن. كابتن سيد يعني اول يوم ليه، اصل كابتن سيد عايشين اربع سنين او خمس سنين، يعني اول يوم ما كنتش متواجد في النادي كنت بعمل عمر، فكلمني على الساعه 12 الظهر، انا اقول حقيقة بقى، بس كلمني على الساعه 12 الظهر انت فين؟ قلت له يا كابتن انا في عمره وكده. قال لي طب خلاص اول ما ترجع انا عايزك تتكلم مع الدكتور. رجعت، كنت راجع يوم السبت بالظبط، رجعت متاخر يعني، وكان عندها تمرين الصبح، فقابلته في النادي
فقال لي انت استحاله كنت هتمشي من النادي، انت راجل انا محتاجه، راجل عارفه كويس كشخصيه نادي الاهلي. فيعني كبسيت تربيت على البيت علاقه كويسه، حتى كابتن يوسف مدير فني، يعني الراجل كان عامل لي برنامج اسبوعين تمرين صبح وبعده، ساعدني بشكل كويس ان انا اظهر. الفتره اللي فاتت كنت ما اعرفش كان ايه السبب ان انا بطلع بره او ان انا ما بخشش وان انا ما بشاركش، دي كانت مش مني خالص. المشكله ان كانت بتقال اسباب فنيه، يعني الاسباب الفنيه كانت بتقال عليا انا بس، لكن حتى انا ما كانش فيها اسباب فنيه. فالواحد يعني الحمد لله صبر واجتهد واتمرن، لسه برضك يعني عشان توصل للفورمه اللي انت كنت الناس عارفاك فيها لسه واحده واحده، الناس تقف جنبي، اللعيبه مساعداني في التمرين، الجهاز مساعدني في التمرين، امن الناس ان شاء الله، الجمهور يقف جنبي في ظهري تاني. داخلين على مرحله صعبه وان شاء الله تبقى حاجه كويسه للنادي الاهلي. سؤال بقى، تكملت الجون، انت يمكن خدت خطوه ورا في الجون، كان كابتن ميدو بيكلمك على الجون، خدت يعني قول لي الجون جه ازاي وانت الخطوه اللي انت خدتها ورا دي كنت حاسس ان هي تجيلك في الحته دي؟ بص يا كابتن ميدو، والله حتى انا كنت بتكلم مع باسم قبل الماتش، في كرة في الشوط الاولاني اتلعبت بالعرض من سوليه، يعني مش عارف مين اللي نزل تحت، فقلت له كان لازم يقطع، وسبحان الله الحاجات دي توفيق. واللي زودني فيها قوي 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 بصراحه يعني عماد متعب. عماد قال لي بص لازم في اماكن تقف فيها في حتت معينه في اوقات معينه. يعني عماد بصراحه كان وكمان بقول له شكرا ان هو كان يكلمني النهارده وقال لي لو عرفت هتجيب جون فبشكره، ويا ريت تكلمني على طول يا عماد، وبتمنى لك التوفيق ان شاء الله. في امام ان شاء الله كلنا في ظهرك، جمهور النادي الاهلي في ظهرك الفتره اللي جايه باذن الله، يكون من نصيبك. الله باذن الله حبيبك يا حبيبي، ربنا يخليك.